تأتي هذه الندوة الصحفية في إطار التعريف بالملتقى الدولي الروحي الذي سيقام بمراكش ما بين 30 و 31 أكتوبر الجاري برحاب قصر الباهية، وهو يعني هذا الملتقى يأتي في إطار تفعيل واحد الشراكة قائمة بين وزارة الثقافة ومؤسسة مولاي علي الشريف من جهة وجامعة القاضي عياد من جهة أخرى، المؤسسات التي تقوم يعني بترجمة هذا البرنامج على أرض الواقع هي المديرية الجهوية للثقافة وكلية الأدب والعلوم الإنسانية بطبيعة الحال مع الفاعلين ديال المؤسسة. تم التحضير لهذا الملتقى من خلال هذا الموضوع ديال إظهار المدد الروحي للمغرب في عمق إفريقيا تحت الرعاية ديال الدولة العلوية الشريفة، وكيف ما تابعتوا غادي تكون مشاركة ديال واحد المجموعة ديال المشايخ وديال العلماء من دول من بعض الدول الإفريقية وكذلك كفاءات وطنية وباحثين في هذا الموضوع ديال التصوف والزوايا، وغادي يعرف كذلك واحد المجموعة ديال الأنشطة يمكن نقولوا موازية، منها واحد الزيارة مؤطرة لصلحاء مراكش وواحد إحياء واحد الحفل ديني بمقام الطريح إن شاء الله في آخر هذا الملتقى حول المدد الروحي ورعاية الدولة في العمق الإفريقي ورعاية الدولة العلوية للزوايا الصوفية في إفريقيا وما له من ارتباط بإمارة المؤمنين لدى مجموعة من القبائل والدول في العمق الإفريقي. هذا الملتقى هو يأتي في إطار سلسلة من الندوات والملتقيات التي تقيمها جامعة القاضي عياض بشراكة مع مؤسسة مولاي علي الشريف دفين مراكش. كان الملتقى الأول حول إمارة المؤمنين ودورها في حماية وتقوية الأمن الروحي للمغاربة وفي اتحادهم والتحامهم وراء العرش العلوي المجيد. الملتقى الثاني تناول الأدوار الريادية للدولة العلوية في بداية النشأة ودورها في استتباب واستقرار المملكة. أما هذا الملتقى حول المدد الروحي وطرق الصوفية في إفريقيا وكيف يتم رعايتها من طرف الدولة العلوية الشريفة وما لهذا من تقوية روح التسامح والوسطية والاعتدال وتقوية الروح الدينية لدى المغاربة ولدى أشقائهم الأفارقة عبر رعاية الزوايا كزاوية الشيخ التيجاني وامتدادها في إفريقيا. هذا الملتقى يؤطره مجموعة من الشيوخ أغلبهم شاركوا في الدروس الحسنية المجيدة وينعقد بشراكة مع مؤسسة عريقة وهي مؤسسة الشيخ نياس للاتحاد العربي الإفريقي، والهدف منه هو أولا تعريف إبراز الأمور الريادية للمملكة المغربية الشريفة في العمق الإفريقي الروحي والدينية والثقافية إلى جانب الأدوار الاقتصادية والاجتماعية، تبيان قيمة ودور النسب الشريف والانتساب لبيت النبوة في ترسيخ المحبة والصلاح وضمان الأمن الروحي، إبراز قيمة ودور الإمامة العظمى في المملكة المغربية الشريفة في رعاية وتوطيد هذه العلاقات. هذه من بعض أهداف هذا الملتقى الذي هو أول ملتقى ولن يكون الأخير، لأن دور الجامعة وجامعة القاضي عياد أساساً جامعة المغربية ودور جامعة القاضي عياد هو تسليط الضوء على كل محطات التاريخ.